بسم الله الرحمن الرحيم. حابة أشرح لكم اليوم كيف ممكن أضيف شخص في سكايب وأتواصل معه بواسطة الاتصال المرئي أو الاتصال المسموع. أقوم بالضغط على دردشة ثم دردشة جديدة، أضيف بريده الإلكتروني. طبعا مجرد أضيف بريده الإلكتروني سترسل رسالة إلى الطرف الآخر بأن هناك من يريد أن يتواصل معك عبر سكايب، فيمكن أن يقبلني أو يمكن أن يرفضني، وفي حال قبوله فيمكن أن أرسل له رسالة ترحيبية. أبدأ الآن بإجراء مكالمة صوتية من هذا الرمز. هذه النغمة تظهر إذا كان الطرف الآخر يوجد عنده إنترنت، أما إذا لم يكن عنده إنترنت وكان غير متصل بالشبكة فستظهر هذه النغمة. والآن نعيد الاتصال والطرف الآخر سيجيب على هذه المكالمة. بمجرد رفع الشخص الآخر للخط يتم الاتصال بيننا بالصوت. إذا أردت مشاركة سطح المكتب فعندي هنا هذا الرمز، يمكن أن أفعل أصوات الكمبيوتر عندي وأضغط على مشاركة. مجرد ظهور هذه العلامة أو المستطيل الأصفر هذا حول الشاشة معناه أني قد بدأت المشاركة والطرف الآخر يرى هذه المشاركة حسب سرعة الإنترنت لديه. بالنسبة لهذا الرمز عبارة عن أخذ لقطة ثابتة للشاشة وإرسالها إلى الطرف الآخر. طبعا هذا رمز تفاعلات إذا أردت إرسالها. إذا أردت تسجيل المكالمة من علامة الزائد هنا بدء التسجيل، ستكون هذه المكالمة مسجلة فيديو وسيتم إخبار الطرف الآخر أني أنا أقوم بتسجيل هذه المكالمة. إذا أردت فتح الدردشة من هنا، المحادثة التي تجري بيني وبين الطرف الآخر، وطبعا الطرف الآخر أيضا يراها. إذا كان عندنا مشاكل في الصوت يمكن أن نتواصل هنا عن طريق الكتابة. إذا أردت إضافة شخص ثالث من هنا، ويمكن أضيف من أشاء من الأشخاص الموجودين لدي في سكايب. بالنسبة لإعدادات الصوت وإعدادات الفيديو من هنا يمكن أن أعمل اختبار للمايك، وبالنسبة للكاميرا أنا الآن مقفلة للكاميرا، كاميرا الكمبيوتر. إذا أردت تشغيل الكاميرا من هذا الخيار أو إقفاله مرة أخرى بهذا الشكل. عند الانتهاء من المكالمة نضغط على إنهاء مكالمة ونلاحظ تلقائيا سيتم إرسال المكالمة المسجلة إلى الطرف الآخر.